زوج بين العلم والسياسة، واختص بالنبات والعلاج والصيدلة، واعتنى عناية خاصة بالأدوية المفردة، وحمل مبدأ الغذاء قبل الدواء. عبد الرحمن بن محمد الطليطلي اللخمي الأندلسي، الوزير أبو المطرف المشهور بابن وافد، مولده في ذي الحجة سنة 87 و300. رحل إلى قرطبة فلقي بها أبا القاسم خلف بن عباس الزهراوي وأخذ عنه علم الطب. عانى عناية بالغة بقراءة كتب جالينوس وتفهمها ومطالعة كتب أرسطوطاليس وغيره من الفلاسفة، وتمهر بعلم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره. وكان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريبا منها، فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فإنه لا يرى التداوي بمركبها ما أمكن التداوي بمفردها. أما عند وجود ضرورة التداوي بالأدوية المركبة فإنه كان يحث على عدم الإكثار والاقتصار على الأقل ما أمكن ذلك. وله نوادر محفوظة وغرائب مشهورة في الإبراء من العلل الصعبة والأمراض المقوفة بأيسر العلاج، إضافة إلى أنه كان عارفا بالفلاحة وبوجوهها، وله فيها تصنيف مفيد طبع في مدينة فاس عام 58-300 للهجرة، 39-900 للميلاد، وهو الذي تولى غرس جنة المأمون بن ذي النون الشهيرة بطليطلة. وقد عثر الدكتور خوسي ماريا بيكروسا الأستاذ في جامعة برشلونة عام 43-900 على مخطوط دون باللغة الإسبانية محفوظ بالمكتبة الوطنية بمدريد، وهو يضم كتابين في علم الفلاحة منقولين عن اللغة العربية، أحدهما لابن وافد والثاني لعالم طليطلي آخر. وفي عام 45-900 للميلاد نشر الأستاذ غارسيا غوميز مقالا في مجلة الأندلس أعلن فيه أنه عثر على النص العربي لكتاب ابن وافد، إلا أن المخطوط كان مضطرب الترتيب ومليئا بالأخطاء. وله كتاب في العلاج بالحمامات والينابيع الطبيعية والعقاقير النباتية المفردة ترجم إلى اللغة اللاتينية بعنوان دي بالنيس. ألف كتابا لا نظير له جمع فيه ما تضمن كتاب ديسكوريدس وكتاب جالينوس في الأدوية المفردة، ورتبه أحسن ترتيب إذ عنا جمعه وترتيبه وتصحيح ما تضمن من أسماء الأدوية وصفاتها وتفصيل قواها وتحديد درجاتها نحو 20 سنة، حتى انتهى منه موافقا لغرضه وتم مطابقا لبغيته. ازدهر هذا الكتاب في أوروبا وكان من أهم المراجع في موضوعه إلى ما بعد القرون الوسطى، حيث ترجم إلى لغات عدة كاللاتينية والعبرية وإلى اللغة الكتالونية بعنوان كتاب العقاقير المفردة، لكن أصله العربي ما يزال مفقودا. وله أيضا تدقيق النظر في علل حاسة البصر، المغيث، الوساد في الطب. وكانت وفاته سنة 60 و400 لعشر بقين من رمضان. من كبار العالمين بالطب لا سيما بالأدوية المفردة فإنه لم يدرك شأوه فيها أحد، وله يد طولى في المعالجة. أحد أشراف أهل الأندلس وذوي السلف الصالح منهم والسابقة القديمة فيهم.